خبر لافت للنظر، واعتقد انه اول مره يحصل في الجامعات المصريه وبالاخص في جامعه الزقازيق في الشرقيه. الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعه الزقازيق قرر انه يطبق برنامج لتسجيل حضور الطلاب بالبصمه الالكترونيه او بالباركود باستخدام التليفون المحمول او ببطاقه تحقيق الشخصيه علشان يتفادوا الاخطاء البشريه اللي بترصد وتفرغ سجلات الحضور والغياب في المحاضرات. مزيد من التفاصيل اسمحوا لي، بينضم لي عبر الهاتف اللي طبق النظام ده الدكتور علاء عطا عميد كليه الهندسه جامعه الزقازيق. يا اهلا وسهلا بيك يا دكتور علاء. اهلا وسهلا استاذ كمال، مشرفني بالتاكيد. يعني قول لنا اكتر عن تطبيق الموضوع ده، البصمه الالكترونيه. والله هو احنا عملنا كده النهارده، كان في زياره الاستاذ الدكتور خالد عبد الباري للكليه قعدته كل عام دراسي، فاحنا حبينا ان احنا نعمل شيء جديد، وهو الحقيقه فكره من افكار احد المعيدين عندنا بقسم ميكانيكا، حتى مش قسم اتصالات ولا حاسبات، وكان بيتواصل مع وكيل الكليه الاستاذ الدكتور هشام فوزي بخصوص ان نعمل بصمه الكترونيه او توقيع الكتروني على الشهادات او الخطابات او الافادات اللي بتعملها الكليه. هذه لا يمكن تزويرها، وبنقدر احنا لما نعمل لها احنا بس سكان نقدر نكشف الشهاده دي طلعت. هي كانت شهاده، فكره كانت للشهادات، شهاده التخرج دي بتطلع كل بيانات الخريج، لما احنا نعمل لها سكان بالبرنامج بتاعنا وتطلع معاها تقديره كان كام، الشهاده اتحررت يوم ايه، الساعه كام، ومين الموظفين اللي مضوا عليها، واسمائهم ايه، وتوقيعاتهم كمان الحيه شكلها ايه. في ثانية واحدة بنقدر نكشف على أي تزوير في شهادة لا يمكن إن هي تتقلد، حتى لو حد صورها أو عمل لها سكان أو كده مش هيقدر إن هو يوصل. ده كويس جدا. أنا الحقيقة ربطت ما بين دي وحاجة تانية، هم جو يوم الخميس فقلت لهم طب ما نعمل برضو نفس الكود ده، هو اسمه كيو آر كود، المربع اللي حضرتك بتشوفه ده ساعات في المطبوعات لما تعمل له سكان يدخلك على الإنترنت مثلا على الموقع بتاع المنتج اللي عامل الإعلان. هي كل الحكاية إن المربع ده بنعمله بطريقة مشفرة بحيث محدش تاني يقدر يعمل كده. بنعمله للطلبة، يا إما بنبعت الكود ده على الطلبة لو معاه موبايل محمول، وده اللي عملناه النهاردة، بعتناه لبعض الطلبة اللي عندهم محمول ممكن إن هو يوصل على النت، بيبعت السكان ده. الطالب اللي مش معاه ممكن إن هو بنحط في المحاضرة، حطينا النهاردة علامة كبيرة كده، الطالب وهو قاعد حتى في المدرج مش لازم يقرب منها، بيعمل لها سكان، بتروح على طول بيتسجل الحضور بتاعه في المحاضره في المكان. فاحنا جربناها النهارده وعملنا كروت لرئيس الدكتور خالد عباري والساده النواب، وكانت تجربه لطيفه، وهو على الفور قال لا احنا عايزين نعممها في هندسه نبتدي وكليه الطب برضه. ده اللي انا كنت هسال حضرتك عليه، هتعمموها بعد كده في كليات الجامعه؟ يعني بعد كده الحضور والغياب بالنسبه للطلبه هيبقى بالبصمه؟ هيبقى كده ان شاء الله، وبيحتاج بس بعض الاعداد. احنا يا دوبك عملنا الحكايه دي الخميس وهم ما ناموش عشان يعملوا هذا التطبيق، فعملوه النهارده كان ناجح جدا، فباذن الله في خلال اسبوعين او ثلاثه هنكون نعممها، هنبدا فورا في هندسه عندنا بالدفعات كمان اللي هي الاعداد الكبيره في المدرجات اللي هي دفعه اعدادي، وبرضه هنبتدي بعد كده في كليه الطب ان شاء الله. حلو جدا، جزيل الشكر دكتور علاء عطا عميد كليه الهندسه جامعه الزقازيق، شكرا جزيلا يا فندم.